بمشاركة عدد من الخبراء المحليين والعالميين وعلى مدار 3 أيام انطلقت فعاليات المؤتمر الخامس لرابطة الطب النووي والتصوير الجزائي الكويتية لمناقشة أحدث المستجدات في مجال الطب النووي والتعرف على أحدث التقنيات الجديدة. برعاية وزير الصحة الدكتور علي العبيدي، انطلقت فعاليات معرض الصحة الكويتي كويت ميديكا السابع ضمن أنشطة المؤتمر الخامس لرابطة الطب النووي والتصوير الجزيئي الكويتية. أن مؤتمركم يخطو خطوات ثابتة لتأكيد تواجده على الساحة الطبية كواحد من أكبر التجمعات المتخصصة داخل دولة الكويت، والتي تجمع الشركات المعنية بتصميم وبناء وتجهيز وإدارة المرافق الصحية من الناحية الإدارية والطبية. بمشاركة عدد من الخبراء المحليين والعالميين وعلى مدار 3 أيام تستمر فعاليات المؤتمر لمناقشة أحدث المستجدات والتعرف على التقنيات الجديدة والفحوصات المستحدثة في مجال الطب النووي. المؤتمر يمتد على 3 أيام، يتناول أحدث المستجدات في مجال الطب النووي التشخيصي والعلاجي، وفي خبراء من الخارج قدموا من أوروبا ودول شرق آسيا اللي يتحدث في هذا المجال. المعرض الطبي المصاحب فيما يخصنا يتكلم عن أحدث الأجهزة في مجال الطب النووي والتصوير الجزيئي. يأتي هذا المؤتمر السنوي ضمن المساعي الحكومية الدؤوبة للنهوض بالمنظومة الصحية باعتبارها رافدا مهما في تلبية احتياجات المرضى المتزايدة والباحثة عن مستوى متميز من الخدمات الطبية.